وقت جديد نضيف مع حضراتكم في أحداث جديدة متعددة متشعبة بين مصر والعالم وأحداث جديدة لأحداث النهار. طبعا الكل طبعا متوقع أن يكون موضوع الساعة هو زوابع طبعا المستشار أحمد الزند وكذلك زوابع اللي حدثت بعد أحداث الجو بالأمس طبعا والرطوبة والمطر واللي حدث بالأمس. لكن النهاردة في أحداث النهار يمكن الموضوع الرئيسي بالإضافة لمواضيع تانية كتيرة جدا في مصر حدثت موضوع الدولار هو موضوع الساعة. لا صوت يعلو فوق سعر والدولار هبوطه إلى حد كبير أمام الجنيه المصري بعد طبعا العطاء اللي تم النهاردة بالبنك المركزي وإيداعه طبعا تخفيضه لسعر الجنيه بمقدار 118 قرش. أنا بقول لحضراتكم معلومات بشكل واضح جدا. وبيع البنك المركزي حوالي 198 مليون دولار فاصل واحد طبعا في عطاء استثنائي بسعر 8.85 قرش للجنيه. طبعا ده كان من 7.73 للجنيه. ده كان في العطاء الدوري يوم الأحد السابق. طبعا البيان اللي خرج من البنك المركزي انه بادرة حسن نية لجذب الاستثمار للأهداف اللي هو بينظر إليها، من أهمها طبعا انه صعود الاحتياطي المصري او احتياط النقد المصري بالدولار ليصل لحوالي بنهاية هذا العام بنتكلم في حوالي 25 مليار دولار. للعلم هو دلوقتي بيلعب في إطار بين 15 و16 مليار دولار. طبعا في أسئلة بتطرح كثيرة جدا حوالين هذا يعني التخفيض التاريخي للعلم طبعا يعني للتاريخ كمان. احنا مصر عملت الحركة دي تعويم بشكل او باخر، لكن تعويم بشكل صريح كان في سنة 2000 وسنة 2005 طبعا لما كان موجود عاطف عبيد في رئاسة مجلس الوزراء ونمنا وصحينا لقينا الدولار من 3.5 لحوالي 5 و6 جنيه وصل وقتها. لكن الامور دي كلها وبتطرح اسئلة على الشارع المصري، يعني ده تأثيره على ايه؟ على السلع الاساسية. احنا يعني بنستورد 70 او 60% او 65% من اللي بناكله، فاعتمدنا على الدولار بشكل كبير جدا. طيب انا معايا عبر الهاتف طبعا الدكتوره بسنت فهمي عضو مجلس النواب وايضا الخبيره الاقتصاديه. تحياتي يا دكتوره. وسؤالي يا فندم، يعني توقيت الخطوه اللي عملها البنك المركزي، السؤال المطروح ليه ما عملهاش قبل كده؟ ومين المسؤول عن المليارات والمكاسب اللي اتحققت لناس في فترة وجيزة جدا 3-4 شهور في السوق السوداء؟ شوف حضرتك، طبعا التوقيتات اللي بتتخذ من الجهاز المصرفي او اقصد البنك المركزي والحكومة لها اسبابها. اهم حاجة نعرف البنك المركزي او الحكومة مع بعض عملوا كده ليه. الهدف الاساسي حضرتك انك بتحاول ترفع حجم الاحتياطي النقدي عند البنك المركزي، ده مهم قوي قوي قوي. يعني انا يهمني قوي الاحتياطي النقدي اكتر بكتير من سعر الدولار، لان حتى انخفاض سعر الجنيه له مزايا كتيره قوي. حضرتك اتكلمت على موضوعات هقول لك عليها دلوقتي. فالهدف الاساسي انه يرفع حجم الاحتياطي، هو اتخذ اجراءات كثيره هتلاقيها حضرتك ورا بعض، من ضمنها انه بيقترح ادوات ماليه كتير، ادوات ماليه قدمت مختلفه بقى، اللي الدولار يتقلب مصري واللي مصري ياخد فايده عاليه واللي ثلاث شهادات ادخار وغيره، حاجات كثيره قوي دي اسمها منتجات مصرفيه. ولسه هينزل منتجات كثيره اكثر من ذلك عشان يقدر يستقطب. يعني المرحله الحاليه انت بتستقطب رؤوس الاموال المصريه سواء كانت بالجنيه المصري او بالعملات الاجنبيه. ممكن قدام كمان انك تنزل ادوات ماليه تستقطب رؤوس اموال اجنبيه، لانه النهارده في العالم لما بتحط مبالغ كبيره في البنوك بتدفع عليها فلوس، ما بتاخدش فلوس. صح. انت تقدر تستغل الجزئيه دي بانك ترفع مستويات السيوله، بس دي عايده برضه المشكله يعني ليها علاقه دكتوره واسمحي لي، يعني احنا كنا في موسم عمره دلوقتي الناس ما كانتش لاقيه ريالات في السوق السوداء كانت غاليه جدا، لانه الدولار او الجنيه المصري مربوط بالدولار ببقيه العملات الثانيه، فبقى اصبح العملات الثانيه حتى ما بقتش موجوده. بص حضرتك، انا ما اقدرش ارسم سياستي على ان في حاجه اسمها سوق سوداء. سوق السوداء دي ليه في اجراءات قانونيه تقدر توقفها، وانا اعتقد ايضا ان هتتخذ اجراءات قانونيه شديده عشان تتحكم في هذا الكلام. ما فيش بلد في الدنيا العملات تتبادل خارج الجهاز المصرفي، ده غير قانوني. واذا كنا احنا بنقول الكلمه دي ببساطه كده، دي كلمه مش بسيطه. ففي جهات رقابيه دي شغلتها بقى هي تقوم بشغل، لكن لازم البلد يبقى فيها اسعار رسميه، والا عمرنا ما هنشوف استثمار. ما ينفعش ابدا الطريقه اللي البلد كانت ماشيه بيها دي. انا هفترض ان احنا كنا في موضوع ثوره والدنيا كانت
يعني الاجراءات ما كانتش شديده، لكن اعتبري سؤالي ده اللي جاي ساذج يا دكتوره. هل السياسه اللي كانت ماشيه دي يعني سياسه اعتباطيه اعتياديه غير مقصوده، ولا كان في قصد منها في ناس تربحوا منها؟ اعتبريه سؤال ساذج. بص حضرتك، لا انا سمعت كلمه ما عجبتنيش حتى من احد المسؤولين الكبار في التيار، فلما قالوا احنا مش سبب الازمه لكن احنا بنستفيد بالازمه، الكلام ده ما يتقالش في وقت حرب. وانا بكرر، وقت حرب وثورتين يعني الناس تفهم مسؤوليتها تجاه البلد، كان في اجراءات قانونيه ممكن تتخذ. انما انا ما اقدرش اسيب السوق بالطريقه دي. ما انا بقى مش هخش في النوايا مين نيته سليمه ومين نيته وحشه. انا ليا يا اما الاجراءات اللي بتتخذ قانونيه يا اما مش قانونيه. قانونيه اهلا وسهلا على راسنا من فوق، مش قانونيه طبق القانون. لان لازم المرحله دي تقف بقى. الو؟ ايوه دكتوره، بس انا برضو قلت من ناحيه ثانيه ما جاوبتنيش يا دكتور. الناس عايزه تعرف هل الموضوع ده كان يعني غير مقصود، ولا كان مقصود لناس تربحت فيه؟ والله حضرتك انا كررت ان المسؤول، ان واحد مسؤول من السيارة قالوا استفدنا منه وعملنا فلوس كتيره، ده كلام مش مقبول. مش مقبول بقولها. لان ما ينفعش الشغل بالطريقه دي. لكن الحمد لله هتتخذ يعني اتخذت اجراءات وهتتخذ اجراءات اخرى. الهدف منها الاساسي ان احنا نظبط سوق الصرف، ان احنا نرفع من حجم الاحتياطي، ان احنا نجذب الودائع المصريه والعملات الاجنبيه من جوه السوق المصري، ثم مرحله لاحقه نبتدي نجذب ودائع من العالم برضه بتكنيك مختلف شويه، لان اللي بيجيب فلوس من بره ويدخلها بيبقى هدفه الاساسي يتاكد هيخرج ازاي. صح. فانت لازم برضه تعمل له يعني في اسواق مستقبليه، يعني في نواحي فنيه كثيره نقدر بيها ان شاء الله نجمع مبالغ كبيره قوي من الدولارات في الفتره والعملات الاخرى. فالحمد لله دي اجراءات سليمه واتخذت من البنك المركزي، وانا اعتقد في طيب. سؤالي الثاني بشق القانوني، يعني باعتبار حضرتك طبعا عضو طبعا موقر في مجلس النواب، مجلس النواب ممكن يعمل ايه لما يلاقي ازمه زي كده؟ أنا أزمة فيهم حضرتك؟ الدولار، سعر الدولار وصرفه وتأثيره واتحاد النقدي واستيراد والسلع والأمور دي كلها. شوف حضرتك، البنك المركزي أو يعني السلطة النقدية ومع الحكومة مفروض أنهم بيتخذوا إجراءات، إذا ما أخذوش إجراءات كافية إحنا ممكن نقترح إجراءات. يعني أنا زي ما بقول لحضرتك، أنا من وجهة نظري ليه ما نستفدش من فكرة إن البنوك بره النهارده انفصاش فوايد، بل بالعكس بتدفعك بالسالب وما بتستقطبش ودائع ناس أجانب، فدي بتحتاج تغيير قانون عشان يقدروا يفتحوا حسابات، ثم بنعمل فيوتشر علشان يقدروا لما يحبوا يخرجوا يظبطوا سعر العمله اللي هيخرجوا بيه، شويه اجراءات فنيه. واخد بالك؟ ده اللي نقدر نقترحه. يعني انا شخصيا عندي اقتراحات انها تساعد في الجزئيه دي. لكن لازم يبقى هدفنا كلنا استقرار السوق. احنا عندنا فرصه ذهبيه حضرتك، العالم كله عنده ازمه عالميه طاحنه. صح. اذا احنا ما قدرناش نستغل الازمه دي ونجذب استثمارات في مصر يبقى ما تاخذنيش بقى مش عارفين شغلنا. ليه؟ ما هو وقت الازمه العالميه 2008 الصين عملت اعلى نسبه يعني تربح، والبلدان التانيه ناميه ما كانش عندها ازمه عالميه وقت ما كان كل العالم بيعاني من 2008 ل 2012. ايوه شفت ازاي حضرتك، واحنا كمان عدينا من الازمه الاولانيه ولو انها ما خلصتش على فكره. صح. لكن نستطيع ان احنا نستفيد منها اليومين دول بشكل في منتهى الايجابيه. فده اللي يقدر مجلس النواب يقترح برضه على الوزاره او على الحكومه او على البنك المركزي بعض الافكار، وكلها مصلحه مصر في النهايه. يا رب يا دكتور. انا بشكرك جزيلا طبعا يا فندم، طبعا دكتوره بسنت فهمي طبعا عضو مجلس النواب الموقر وايضا الخبيره الاقتصاديه، والحديث عن استفاده وقتيه زي ما قالت الدكتوره يعني غير مقبول في المرحله دي، في مرحله ان بلد مصر بتنهض بتحاول والبعض بيبحث عن مصالح شخصيه تربحيه في فتره الثلاث شهور اللي حدثوا دول. هل هي كانت بشكل غير مقصود، ولا كان امر مقصود الى حد ما والناس تربحت منه؟ ده يكون سؤالي مع طبعا سيد احمد شيحه رئيس شعبه المستوردين باتحاد الغرف التجاريه. اهلا بحضرتك يا فندم. سؤالي اللي حدث النهارده ده من البنك المركزي في موضوع خفض سعر الجنيه الى حد ما تاريخي بعد 2000 و2005، ده هيفكوا بايه في كغرفه تجاريه وشعبه مستوردين؟ انا رئيس شعبه المستوردين بالغرفه التجاريه بالقاهره مش بالاتحاد العام. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اولا اللي حصل النهارده ده مش هيفيدنا ولا هيفيد الدوله ولا هيفيد المستهلك الا زياده التضخم وارتفاع الاسعار بشكل وفقد قيمه الجنيه المصري امام العمله الاجنبيه اللي هي الدولار.
طب انا هنا خلينا نوضح للناس، هل هنا في اطار خيارين ما بين مصلحه عامه عايز ازود احتياطي النقدي وارفع يعني واستورد عمله ويبقى عندي عمله، ولا ما بين خيار اخر ان انا في اطار ده ان انا مع التخفيض ده بتزيد السلع الاساسيه وبتزيد الاسعار، هل انا ما بين الخيارين دول ولا انا كنت مضطر اعمل كده؟ هو انت اساسا بتعمل احتياطي نقدي وتحافظ على احتياطي النقدي لدعم العمله ودعم المستهلك ودعم الشعب المصري، صح. من خلال ان نقدر بتخفض له سعر السلعه اللي بتوصل له. انما النهارده انت لما تيجي تبص للموضوع، مصلحه الدوله في ان انا احمي المستهلك ولا احمي مجموعه من المصنعين ومجموعه من المستثمرين اللي هم ما اضافوش للدوله اي حاجه ومدي لهم كل الاستثناءات ومدي لهم اعفاءات مش موجوده ومش ده على اساس سعر الغاز اللي نزل المصانع، يعني انت بتتكلم وغيره كل المميزات اللي بياخدوها. حضرتك احنا عايزين نتكلم ان عندك تقريبا 80% من حجم الاقتصاد المصري مستحوذ عليه شركات اجنبيه. اللي هو اللي احنا بنقول عليه الاستثمار الاجنبي. الاستثمار الاجنبي بيجي يضغط على البنوك عندك، بياخد الدولار من البنك عندك، بياخد الجنيه من البنك عندك عشان ينشئ مشروعاته. الارباح بتاعتهم اللي بتصل الى ارباح خياليه مش موجوده في اي حته في العالم، بتترجم في الاخر الى دولار عشان تتحول ارباحه الى الشركه الام بره، يطلع بره. النهارده لما تيجي تقول لي انا عايز اجذب استثمارات، اهلا وسهلا بالاستثمارات، بس هات فلوسك معاك. انت ما تضغطش على الدولار بتاعي وما تضغطش على الاحتياط النقدي بتاعي وتقول ده انا الاحتياط. وهل ده ممكن لما اقول لمستثمر اهلا بيك تعالى بس هات لي معاك فلوسك، ده ممكن؟ ما لازم في كل حته في العالم كده، يعني انا جاي استثمر بفلوسي ولا استثمر بفلوس الغير؟ اجي بستفيد من التسهيلات والتيسيرات اللي مش موجوده في اي حته في العالم. ما هي عوامل الجذب ايه؟ ان انا بقى الاقي قانون مستقر، قانون اقدر اشتغل فيه، بلاقي مكان اقدر اربح منه، احقق اعلى نسبه ارباح. والاستثمار او اي واحد مستثمر ما عندوش عواطف غير انه يربح بس. لما تيجي تشوف حضرتك الخريطه الاقتصاديه، معلش انا هدقق على النقطه دي عشان نفهم الموضوع ده. وعمالين يركزوا يقول لك اصل الاستيراد الاستيراد. نمره واحد، احنا ما نقدرش نستغنى عن الاستيراد. الزراعه بتاعتك مبنيه على الاستيراد. البذور والمبيدات والاسمده بنستوردها من بره، اكلك وشربك بتستورده من بره. كل ما تتخيله في الصناعات اللي موجوده بدوه وفي منتهى الحقيقه ومنتهى الامانه بتعتمد بشكل كبير جدا على المكونات والمواد الخام من بره. صح. حتى الصناعات الثقيله اللي احنا بنتكلم، لو قلنا صناعه السيارات، انت المسمار بتاع العربيه بتجيبه من بره تحت مسمى صناعه ولكنها صناعه تجميع. فاحنا مش عايزين نضحك على الناس ونقول تشجيع الاستثمار. انا اجي اقيم التجربه اللي فاتت دي، في الفتره اللي فاتت دي، ايه العائد على الاستثمار الاجنبي اللي موجود في مصر؟ انت حتى هويتك في اكلك وشربك وفي تعليمك اصبحت اجنبيه. اكلك وشربك دلوقتي كل المطاعم والكافيهات والكلام ده كله انت صحيح. بتتعامل مع اسماء اجنبيه. كوبايه الشاي اللي انت بتشتريها ب 2 جنيه من القهوه بتشتريها ب 25. طب يعني انا عايز اعرف بس، الامور دي كلها او اللي حدث النهارده ده ما يحلش ازمه الاستيراد بالنسبه لكم؟ حل ايه؟ ده بيعقد ازمه بيعقدها اكتر. يعني التكلفه بتاعت احنا في النهايه، انا مش بنتكلم عليا، احنا كمستوردين بنحاول نتحمل القرارات اللي بتصدر ديت في ارتفاع سعر الدولار، انما مين اللي في الاخر طيب. اللي بيتحمل هذه النتيجه؟ الهدف البنك المركزي قال هدف، انا والله هدف عشان الاستثمار وجذب الاستثمار، اللي بيحدث ده بيؤدي للعكس، صح ولا لا؟ ما هو ده الواقع. هو انت فاكر يؤدي لنقد فور للاستثمار؟ البنك المركزي لما صدر قرارات بحد الايداع وحد السحب، هل حدث تحسن في الاقتصاد المصري ودي استثمارات في السوق المصري؟ الكلام ده مش مظبوط، الارقام بتقول غير كده بالكامل. فحاله التخبط اللي موجوده دي تحت مسمى تشجيع الصناعه وتشجيع الاستثمارات بتجيب نتائج سلبيه وبتزيد من الاحتكار وبتزيد تحكم الشركات الاجنبيه في السوق المصري. انما المشكله بسيطه ومحلوله، واحنا ما عندناش ازمه في الدولار، كلها ازمات مفتعله. ما عندناش ازمه في الاقتصاد المصري، الاقتصاد المصري اكبر مناخ جاذب للاستثمار في العالم، بس الناس تبطل فلسفه وتبطل تعقيد اللي احنا بنشوفه العالم. وبعدين بيطلع ناس يقول لك حاله الكساد اللي موجوده في العالم، انا بقول لحضرتك ما فيش حاله كساد موجوده في العالم، انا لسه جاي من بره من ولو في احنا ما عندناش، احنا سوق مغلق على نفسه، احنا سوق عندنا سوق كبير، يعني مش مرتبطين انا اقول بس حضرتك حاجه معلش اديني فرصه. اتفضل. انت لما تيجي تقارن نفسك بمكون غير المكون بتاع اي تجربه اخرى، ما تجيش تقول لي انا بقارن نفسي بالصين. الصين ايه اللي انت هتقارن نفسك بيها؟ حجم الناتج القومي بتاعها 2 تريليون و400 مليار دولار.
انت بتصدر ب 30 مليار دولار، تقول لي احنا عملنا زي الصين، اصل امريكا ثبتت سعر الفائده. لازم تبص على ارضك وعلى الواقع، زي التجارب اللي حصلت حوالينا، ناس نهضت ببلدها. لما تيجي دوله زي دبي عندها 80 مليون راكب سنويا وما عندهاش اساسا، بتستورد مواطنين من بره عشان يشغلوا لها البلد. تعال اتفرج على هونج كونج، تعال اتفرج على سنغافوره، دي مش كلها حاجات ناجحه؟ صح. وبعدين انت بتصر على حاجه بقالك 50 سنه انت فاشل فيها وتقول انا بحميها. واذا كنت انت عايز تحمي الصناعه المصريه في اسواقك الداخليه، طب مين هيحميها لك بره؟ اذا كان انت فاشل في قلب بلدك، مين اللي هيحمي لك صناعتك بره؟ مين اللي هيقبل منك انك انت تصدر له حاجه انت ازيد سعرا واقل؟ طب انا عايز اعرف من ناحيه شعبه المستوردين بالغرفه التجاريه بالقاهره، ايه الحل بالنسبه لهم عشان الدنيا تبقى ماشيه كويس وتاثيره يبقى على الناس افضل؟ احنا مش عايزينه غير يوفروا لنا الدولار اللي هم ما وفرناش بقالنا 5 سنين. احنا عايزينه يثبتوا الاسعار عشان انا ادنى حساباتي وتكلفتي لمده سنه على الاقل. مفيش كل يوم اصبح الصبح الاقي الدنيا اتلخبطت بالنسبه لي. وبعدين انت عمال تقول لي تعالى يا مستثمر، هاجي ازاي مستثمر مصري ولا اجنبي؟ الدولار من 7 ل 8 ل 9 ل 10 ل 9 ل 8، في حاجه كده؟ لا مش هنغطي الاعتماد، لا هنفتح الاعتمادات، لا هنقيد الاستيراد. مين في الدنيا يجي يستثمر في حاجه حتى القرارات الاقتصاديه مش مستقره فيه؟ الناس دي بتجر البلد اللي ورا بسبب القرارات المتخبطه دي. فانا اللي انا بقوله عايز، احنا بقى كمستثمرين اخر حاجه قررناها النهارده عند اولياء الله في عند ستيفن فيس وسيد حسين، وندعي ان ربنا يفك الازمه ما دام هم مش عارفين يفكوها. يبقى احنا كلنا لازم نروح معاكم. اهلا بيكم. الله يخليك، بشكرك جزيلا احمد بيه رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة. طيب انا معايا دلوقتي طبعا كلنا بنسأل لما قيمة الجنيه تقل، انا الساندوتش اللي كنت بجيبه عشان افطر بيه كل يوم هيبقى زيادة؟ هيبقى 2 جنيه ولا اكتر ولا اكتر ولا اكتر؟ غير كده كل السلع خد بقى من ده هتزيد ولا تغلى؟ انا معايا دلوقتي على التليفون السيد طبعا محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء. ماذا انتم فاعلون في هذه القرارات اللي تاثيرها كل الاجمع انها هتزيد الاسعار؟ انا بس عايز اعدل المطلب الاخير للاستاذ شيحه. هو عايز يروح سيده فيفا وسيده زينب عشان يدعي ان ربنا يفك الازمه. لا انا عايز اروح اكنس السيده زينب في الناس بتوع المجموعه الاقتصاديه. المجموعة الاقتصادية في مصر، المجموعة الحالية للأسف الشديد عندها حالة تخبط غير طبيعية. عنده أزمة انفصام كامل ما بين السياسات النقدية والسياسات الاقتصادية. ده اللي أنتج الأزمة اللي احنا فيها. يعني مين يقول إن أنت بعد ما تطلع القرار بتاع الجمارك تقول لحد مدة 3 شهور؟ والقرار بتاع فبراير أو بيسموه فبراير الأسود على فكرة، اللي هو 2015. قرار فبراير اللي هي الموضوع الحد على السحب والايداع والغاء بعد كده. ايوه الله ينور عليك. كل السياسات النقديه مختلفه مع كل السياسات الاقتصاديه. طب احنا مش عندنا خبره كبيره جدا بره، يعني الدكتور العريان مثلا موجود اكبر الخبراء الاقتصاديين وغيره، امثله كتيره يعني. انا اجيب بس اللي جه على ذهني. يا باشا انت عمال تصرف على لعيبه الكوره وتصرف على المدربين الاجانب، ما تجيب مدرب، ما تجيب رجل حد بتاع اقتصاد بيفهم شويه. لان الناس اللي موجودين ده بقى شايف انهم بقى بلد بيملكوا اكبر قدر من الخيابه وقله التفكير او عدم التفكير على الاطلاق. طيب يعني خلينا نقول انا بس حفاظا، انت عارف لغه الاعلام، مش عايزين نخرج عن سياق الادب المحترم يعني. طب لا بالعكس، ده بشكل واضح. انا بنتقد، عشان بس احنا بنحافظ على اللغه السليمه للمواطنين حتى يفهموا. انا لا استطيع اهانه اي وزير من هؤلاء الوزراء، كلهم لهم احترامهم وتقديرهم، لكن للاسف الشديد في اللي ما عندوش فكر خلاص بقى يتوقف. يعني انت انا شايف ان انا بروح من فشل الى فشل ورايح من ازمه الى ازمه. الجنيه قفز الى 11 جنيه، لا شك ان في مؤامره على الدولار. والكلام بيقول ان كمان شهرين ده بيبقى 14 و15 وغيره. لا يعني احنا بص يا باشا، احنا داخلين على ازمه كبيره جدا، ما لم يكن هناك يعني حاله تفكير او رويه عند الحكومه الحاليه. لازم يقعدوا مع بعض، يجيبوا اعملوا مؤتمر اقتصادي بجد، يجيبوا خبراء على فكره. الاسبوع ده الذكرى السنويه الاولى للمؤتمر الاقتصادي بتاع شرم الشيخ اللي تم السنه الماضيه. لا طبعا احنا الاسبوع لا انا مش عايز مؤتمر اقتصادي اللي هو كان بيستثمر اللي عايز. انا عايز اقول لك حاجه انت كنت بتتكلم عليها وكان الاستاذ شهاب بيتكلم عليها. موضوع الاستثمار. يجب ان تفرق ما بين الاستثمار والاستحمار. ما يجري استحمار بشكل غير طبيعي،
احنا بنستحمر، احنا عمالين ننام بننبطح انبطاح كامل للاستثمار الاجنبي اللي جاي. وللاسف شديد زي ما انت شايف كده، في جزء من الناس المستثمرين بتوع الاسمنت النهارده اسعار الغاز بالنسبه لهم خفضتها الحكومه الى 40% قبل بتوع الحديد. يعني خليني اقول لك، يعني الراجل الغلبان يروح فين؟ يعني انا عايز اختم لك بكلام، مصر في قلوب الغلابه وفي جيوب الاغنياء الديابه، مصر في قلوب في قلوب الفقراء حبا وفي جيوب الاغنياء نهبا. ما يجري هو تعزيز للغني، وان انا بضيف له على اللي عنده وباخد من الفقير. مين يقول ان انا اخد دلوقتي من الناس؟ النهارده اسعار الكهرباء غليت، اسعار الميه غليت، الدنيا كلها عماله تولع. ما يجري هو شكل من اشكال تجريف العلاقه الانسانيه ما بين عبد الفتاح السيسي وبين الناس اللي بتحب. انا بقول ده حرام وخساره، دي فرصه تاريخيه ان يبقى عندنا حد. احنا في حاجه من عبد الناصر، في حاجه من الحاجات اللي احنا بنحبها، عايزين نحافظ عليها. وقرارات رفع الدعم، انا بشكرك جزيلا طبعا دكتور محمود العسقلاني رئيس جمعيه مواطنين ضد الغلاء. وقرارات اضيف لكلامك بس، قرارات الدعم ورفع الدعم الجزء اللي تم ما كانش حد يقدر يتحملها لولا وجود طبعا، وانها خرجت من رئيس سيسي. السادات نفسه لما حاول يعملها في السبعينات قامت ثوره. طيب معايا عبر الهاتف طبعا طبعا رئيس بنك مصر السيد محمد الاتريبي. اهلا بحضرتك يا فندم طبعا على النهار اليوم. وانا حابب اسال في موضوع الدولار ده، بس الاول نبدا على الشهادات الادخاريه اللي نزلت طبعا لفايده حوالي 15% وتخصص طبعا بنك الاهلي وبنك مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بيكم في النهار. أهلا الشهاده دي مع رفع البنك المركزي لسعر الدولار امام الجنيه المصري ل 8.85، احنا اصدرنا الشهاده دي لتشجيع عن انت عارف طبعا في كذا قرارات اتخذت في الفتره السابقه منها الغاء السحب، ولا احنا عايزين نولد ثقه للمصريين ان هم لهم الحريه يسحبوا او يدعوا دولاراتهم بمنتهى الحريه. فالشهاده دي نزلت تشجيعا للي هيبيع عمله مش شرط دولار، اللي بيبيع اي عمله اجنبيه سواء دولار يورو درهم دينار اي عمله اجنبيه بيبيعها بياخد بيقدر لو عاوز بيربط شهاده ثلاث سنين بتدي العائد كل ثلاث شهور 15% لمده الثلاث سنين سنويا. والشهاده دي هتبقى قائمه بس لمده 60 يوم، يعني مش يعني بعد 60 يوم يعني مده شهرين، التقديم لمده شهرين. سيتم اغلاق الباب امام الشهاده بعد 60 يوم. فدي فرصه جيده. اولا سعر الدولار النهارده بقى زيه زي سوق الموازي، صح، وبالعكس زاد عن كده، يعني اللي عاوز يبيع الدولار في. طيب انا عايز افهم انا لا ايه الفايده يعني ان انا اربط فلوس بالجنيه المصري؟ انت ما تربطش ولا حاجه. امال ايه؟ انت ما فيش ربط ولا حاجه. انت النهارده شهادات الادخار 7.83 وكان في السوق طلع ل 9.85 بعشوائيه ومضاربات، انما اللي حدث مع قرارات البنك المركزي وتوليد الثقه الدولار نزل في السوق الموازيه ل 8.95 98. فالبنك المركزي اخذ هذه الخطوه الاستباقيه عشان يجذب الناس اللي هي النهارده بدل ما تبيع دولاراتها تبيعها جوه القطاع المصرفي، تبيعها جوه شركات الصرافه بالسعر اللي موجود، يبقى القنوات الطبيعيه اللي بتستقبل الدولار. ومع وعلى فكره في ادوات ثانيه نازله باذن الله سواء على خارجيا او داخليا، كل ده هيشجع الناس انها. انا عايز اعرف ايه الادوات، ايه الخطوه، ايه الهدف عشان اعرف ايه الادوات اللي انا منتظر ليها. لا كلها يعني النهارده شهاده بلادي بالجنيه المصري باليورو دي بتخلق لك سيوله. الشهاده اللي اتعملت بالدولار داخل جمهوريه مصر العربيه اللي هي 4.25 و5.25 و5.75 7 سنين و3 سنين و5 سنين. النهارده رفع السعر ل 8.95، الشهاده اللي هننزلها بكره اللي بتشجع المصريين ان هم يبيعوا الدولار ويستفيدوا بسعر فايده 15% مش هتعوضهم اي دولارات، يعني دي ميزه لم تحدث. فكل ده بيسهل ان يخلق بيع دولار داخل القطاع المصرفي، بيخلق سيوله داخل القطاع المصرفي، وبالتالي ما فيش ما يمنع. ايوه بس يا فندم ازاي يعني الناس لما بتمعها دولارات او عملات ثانيه هتبيعه في السوق السوداء تكسب بيه اكتر من البنك طبعا من البنوك الايه يا فندم؟ يعني لما معاهم عمله هيبيعوها في السوق السوداء يكسبوا اكتر.
بدل ما يبيعوها البنك ويقفلوها. لا هيبيعها في السوق، السوق المعديه نزلت امبارح ل 98. البنك المركزي النهارده لو انت هتروح ل 8.85، لا 8.95. 8.95 احنا بنشتري من العملاء ب 8.95. بتشتري يعني البنوك المصريه دلوقتي بتشتري الدولار من العملاء ب 8.95. من حقه البنك يصل لغايه سعر 8.95. ب 8.95 وكده ان انت بتحاول تغلق. طيب ايه بقى الحل في شركات الصرافه والسوق السوداء؟ وهل يعني معلش انا عارف طبعا سيادتك كمسؤول في بنك في بنك وطني يعني، بس السؤال ده برضو ملح للمصريين. اللي احنا شفناه في الكام شهر اللي فاتوا دول والتربح اللي حدث من جراء تصاعد وهبوط العمله، هل ده كان بشكل غير مقصود ولا يعني ولا كان مقصود وناس تربحت؟ خلينا نعترف ان عندك حاجتين، عندك في جشع من بعض الافراد وفي حد عاوز يدور الاقتصاد المصري. فالحمد لله انه الدولار لما طلع بطريقه عشوائيه انخفض اكثر من جنيه في الفتره في اليومين اللي فاتوا نتيجه القرارات التحفيزيه اللي خدها البنك المركزي والشهادات اللي تنزل، واحنا متوقعين ان شاء الله شهادات يعني ادوات اليات اخرى هتيجي دولارات وهيتدفق الدولار، مع طبعا الاجراءات بقى اللي الحكومه بتتخذها لتشجيع الاستثمار لتشجيع السياحه، دي كلها قرارات هترفع الاحتياطي النقدي. طيب انا بشكرك جزيلا طبعا رئيس بنك مصر السيد محمد الاتريبي، شكرا جزيلا يا فندم. زي ما قلت لحضراتكم في وقال هو شهادات الادخاريه اللي نزلت النهارده مدتها شهرين، بنك مصر وبنك الاهلي هتكون بعائد طبعا بالجنيه المصري هتكون بعائد حوالي 15%، بيعد طبعا عائد تاريخي. طبعا الهدف موضوع الاستثمارات، وطبعا السيد الاتريبي رئيس بنك مصر قال كمان للنهار اليوم انه في خطوات تانية هتتباعا اساسها انها تحافظ على السوق الموازيه للسوق السوداء، يعني السوق اللي هي البنوك الرسميه التعاملات الرسميه. الناس ممكن دلوقتي تروح تبيع عمله للبنوك اضمن واسهل وتبقى اسعارها مش بعيده عن السوق السوداء. عمليه المضاربات في العمله ارجعها للجشع، في جشع، ده الاقتصاديين بيقولوا كده ان في جشع، في ناس تربحوا من وراء هذه الازمه. وطبعا المشكله الاساسيه وهي المواطن البسيط اللي ممكن يجد بين الصبح وليله بين الليل والصبح يكون في اسعار زادت، ده هيكون الطامه الكبرى الصعب احتماله بالفعل، لانه المصريين يعني زي ما قال السادات زمان الا لقمه العيش. السادات لما عمل في السبعينات وموضوع الدعم ورفعه وحدث بعدها طبعا فاكرين اللي حدث انتوا انقلابات وغيره وتجمهرات وعصيان مدني والى اخره، قال الا لقمه عيش المصريين. فطبعا رساله واضحه لكل السياسيين للمسؤولين للحكوميين للبرلمان للمصريين عموما. الامر حينما يقترب من النقطه دي بتبقى صعب احتمالها في الوقت اللي احنا منتظرين فيه افضل وايسر واسهل ضميريا، وده الاساس ضميريا عند بعض الناس. طيب هنسيب موضوع الدولار شويه ولكن هنرجع له بشكل او باخر، لكن عايزين نروح ل طبعا موضوع الاسماعيليه تحديدا اللي تم. طبعا اقول لحضراتكم اللي بنتابعه على الشاشه طبعا الصوره خلف مجلس النواب، طبعا لقاءات مجلس النواب مع مجلس الصحفيين ورؤساء تحرير طبعا دكتور علي عبد العال. وعايزين اقول لحضراتكم ان موضوع الحكومه مقابلتها مع اعضاء مجلس النواب مستمره، امبارح كان القلوبيه وقبلها كان اعضاء مجلس النواب ايضا من جانب بعض المحافظات، ومن اسبوع تقريبا كان برضو رئاسه مجلس الوزراء اتقابلت مع كبار الصحفيين الخاص بالصحف الخاصه. تقريبا الحوار كله بيتم حوالين برنامج الحكومه في شيء الى حد ما استباقا ليوم 27 طبعا مارس هذا الشهر، ان الحكومه المفترض هتعرض برنامجها على البرلمان او مجلس النواب. ان اللي بيبدو ان الحكومه بتحاول ترضي كل الاطراف من مجلس النواب من صحافه من اعضاء مجلس النواب من اقليات موجودين في المجلس على اساس يكون برنامجها شافي موفى لكل الطلبات والمطالبات المتوقعه من مجلس النواب. النقطه الثانيه طبعا بنتابع هو المشهد الان مع الازهر، لكن موضوع الاسماعيليه واللي حدث النهارده طبعا حدث الماساوي من سقوط احد العمارات.
طبعا اللي كان نتيجته اصابه 5 و3 طبعا رحمه الله عليهم تلقوا حتفهم. طبعا الجزئيه باشكاليتها طبعا بيكون في النائب العام طبعا فتح فيها بلاغ وفتح تحقيق بشكل عاجل طبعا مستشار نبيل صادق وامر بفتح تحقيق عاجل في الحادث. وطبعا انهيار العقار بيفتح يعني قصص كثيرة جدا من عمليات البنى وسلامة البنى وليه أساسها وهل ده له علاقة بعملية الضمير في البنايات وعملية الأساسيات اللي بتحدث أثناء البنى وعملية الإشراف من جانب أو التصريح بالبنى إلى آخره من كل القضايا اللي بتفتح مع يعني مع كل قضية لعملية انهيار. طب هنشوف لقاءات مع بعض الأهالي مواساتنا من جانب هنا انا وكل زملائي يعني من النهار بنواسيهم في الحدث ده ونشوف الدوله هتعمل لهم ايه واحنا ممكن نعمل لهم ايه في الوقت ده. طبعا المصريين طبعا مشهورين بانهم في وقت الشتاء بيكونوا جنب بعض. دخلت انا قمت لقيت طقطقه فرحت جري على البلكونه لقيت بقى الدخان اللي بحسب عربيتين خبطوا ببعض لقيت البيت بقى زي ما يكون كوم تراب والسويت انا فوق في الشقه فوق مش عارفه اعمل ايه انا في الشقه مش عارفه اعمل ايه البيت بيقع جرينا لقينا لسط حسني واخد خبطه في دماغه ابنه عرفنا ننزله الحمد لله قدرنا ننزله يعني طلع سليم الحمد لله بس متعور تعوره هنا والعيل الصغير اللي هو الواد ابراهيم ده حاولنا نطلعه باي طريقه وطلعناه في الروح برضك بس بقى اتوفى اول ما وصل للمستشفى بس احنا مطلعينه من هنا حي بس بقى الحفر والكلام من ده احنا عمالين من الصبح عمالين نقول من بالليل عمالين نقول لهم ده مكانه ده مكانه هم بيحطوا في ناحيه واحنا عارفين الولد في ناحيه اول ما شاورنا لهم عليه طلعنا جبنا الولد وطلع صاحي والاسعاف خدته بس قال لك اتوفى. عموما العماره المنهاره مكونه من 4 ادوار والحمد لله يعني المصابين 4 و3 وفيات وطبعا بمجرد الخبر ما علم تضافرت جميع الجهود يعني السيد المحافظ كان موجود على رأس الجهاز التنفيذي ورؤساء الأحياء والمراكز واستعنا طبعا بمعدات المقاولين العرب وونش من المدنيين والقوات المسلحة والأمن والإسعاف والمستشفى ما حدش يعني في ظرف ما يتعداش نص ساعة كنا كلنا على رأسه. طبعا مؤسستنا جميعا معاهم ولكن اسمحوا لنا نروح دلوقتي المؤتمر الأزهر المتواجد دلوقتي طبعا هو المؤتمر لرابطة